وفي خضم هذه الأزمة والهجمة وهذا الألم الذي يعتصرنا، ما زلنا نسمع في الصباح والمساء من أبناء أمتنا وديننا، سواء كانوا أصحاب توجه ديني أو سياسي أو فكري، ما زالوا يرددون جميعا نظرية المؤامرة، وما زالوا يعيشون فيما يسمى عقدة المؤامرة. فما نحن إلا أدوات بسيطة يخطط لها الأعداء وينفذون مخططهم، وكل ما يجري على أرضنا وكل ما يجري حولنا وكل هذا الألم الذي يجري هو بمؤامرة نحن ما عدنا نملك معها إرادة. نحن أحجار على رقعة الشطرنج، نحن محكومون تماما من قبل الدول الكبرى ومخابراتها وعملائها، تفعل بنا وبأرضنا وبوجودنا كل شيء. وبالتالي فما من حاجة للكلام وما من ضرورة للحديث وللتحذير، فإذا ننتظر دورنا في موكب قطيع النعاج والدجاج، ننتظر دورنا للذبح، وهذا يكفينا. يا عباد الله، لا ينكر أن هناك مؤامرة، وكما قلت مؤامرة تنفذ بغالبية مساحة مكرها وكيدها بأيدي أبناء الأمة بعمالة مباشرة أو بغوغائية أو بسذاجة وطيبة مع شل حركة لا يملك أهلها قرارا ولا يستطيعون أن يصدروا حكما في أداء ثور وسد ثغر. هناك مؤامرة، ولكن نحن أمامها لسنا مشلولي الإرادة، لسنا عاجزين، نحن أمامها لسنا حجرا على رقع شطرنج. نحن ما زلنا نملك تصورنا، نملك استقلالنا، نملك ردودنا، بدءا من رد الكلمة إلى رد الطلقة، وبدءا من رد الأنغام إلى رد الألغام. نحن ما زلنا نملك استقلالا كاملا في أن نواجه ونجابه ونحافظ على وجودنا وعلى ما تبقى من مساحة العز والشموخ في زمن الانكسار والذل والمهانة. نحن ما زلنا نقدر يا عباد الله على أن ننهض من جديد، على أن نكشف بعد المخطط، على أن نرجم العملاء، على أن نكشف الدخلاء، على أن نتوزع الأدوار، على أن ننهض بدور رسالي قيادي، نحمي أرضا وعرضا، نذود عن حما ووطنا، ندافع عن مقدس وكرامة، ونسترد ماضيا مجيدا عزيزا كنا فيه خير أمة أخرجت للناس. أبدا يا عباد الله، لا تصدقوا تلك العقدة، لا تخضعوا لها، عقدة المؤامرة التي يعزفون عليها في الإعلام والأفلام والأقلام. لا تصدقوا بأننا لا نملك شيء، ما زلنا نملك حتى في اللحظة الأخيرة من أنفاسنا. كيف يمكن أن يخضع مثلنا لعقدة المؤامرة فيستسلم، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قامت قيامة أحدكم وفي يده فسيلة فليغرسها. والقيامة تقوم، والكون يدمر من حولنا ويمزق، ونحن ما زلنا نغرس فسائل الأمل، ونغرس فسائل البناء، ونغرس فسائل الثقة بإرادة وعزم وتصميم أكيدين. يا عباد الله، نحن ما زلنا نملك عقولا واعية، نملك ذكاء مميزة، نملك إرادة سامية، نملك همة عالية، ما زلنا نملك إرثا من التاريخ، تاريخ العز والمجد والفخار، ما زلنا نملك ثورة طاقة وهمة من هذه الأمة ننظرها في كل مكان تغلي كالي المراجل، ما زلنا نملك البشائر بالغد الآتي، ما زلنا نملك وعد المستقبل نطق به الصادق المصدوق عن رب العزة والجلال. ما زلنا نملك أيها الأحبة، ما زلنا نملك من خزين الألم ما يفجر بوابات الأمل، وما زلنا نملك، ما زلنا نختزن من آهاتنا وأحزاننا ما يصنع منا قوة هدارة جبارة تتحرك لتحرير أرض والثأر لعرض في كل مكان وحماية ما تبقى من أوطان.
نعم يا عباد الله، نعم، أعجب من أبناء هذه الأمة كيف تحكمهم عقدة المؤامرة فيسقط في أيديهم وكأنهم لا يملكون شيئا.